ma. كل سيدة كيمكن لها تكون أنيقة وتكون أوريجينال، تدير ديك لا توش ديالها. كيف ما كتشوفوا اليوم يعني لبست هذا لو بتي شابو، هذا تريز أوريجينال باش نبين لكم بأن السيدة المحجبة تاهي تقدر تكون أنيقة وتقدر تكون عصرية. وكنصح بها اللوك هذا بالنسبة للسيدات اللي يعني كتبغي تخرج مع العائلة ديالها أو الزوج ديالها بالليل. وفي الأخير غادي نتمنى لكم، بكون أننا في شهر دجنبير وفي نهاية السنة، كنتمنى لكم سنة سعيدة، كل عام وأنتم وأنتن بألف خير إن شاء الله بإذن الله، وكل سنة وموقع للا فاطمة على كل خير.